تخش في الأجواء سريعا ومع كريم أحمد مراسلنا من الملعب ويقول لنا الأخبار إيه. كريم، كل التحية ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتننا الكبار جمهور النادي الأهلي، كابتن محمد حشيش، كابتن أسامة عرابي، كابتن أسامة حسني. إن شاء الله اليوم الأهلي على موعد مع التأهل للدور قبل النهائي البطولة الأفريقية. بنتمنى النهاردة إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي، مباراة غاية في الأهمية، حضور الجمهور. عايز أبدأ معاك في البداية كابتن سيد، النهاردة إن شاء الله يكون السند الحقيقي كعادة جمهور النادي الأهلي لفريق النادي الأهلي. يمكن لعيبة النادي الأهلي بتبذل الكثير من الجهد، سواء الجهاز الفني، مجلس الإدارة، لكن يبقى طبعا الدفعة المعنوية والتحفيز الكبير اللي ينقص النادي الأهلي من جمهور النادي الأهلي، اللي أكيد هيكون متواجد بكثافة النهاردة في استاد السلام اللي هيستقبل مباراة النادي الأهلي ونادي الحرية الغيني في الساعة 9 مساء على استاد السلام. إن شاء الله تكون مباراة جيدة، إن شاء الله بإذن الله يتأهل النادي الأهلي هنا من القاهرة ومن على ملعب السلام. أكيد كالعادة بنطمن كل جمهورنا، كل مشاهدينا ومتابعينا عن كل الأجواء الخاصة وكواليس فريق النادي الأهلي، سواء في فندق الإقامة أو في آخر كمان التدريب الأخير اللي كان على ملعب السلام. لكن قبل ما نتكلم على كواليس، هنقول يمكن النادي الأهلي دخل المعسكر طبعا بتواجد 20 لاعب في المعسكر الخاص بمباراة النادي الأهلي والحرية الغيني. أبدأ معاك يا كابتن سيد، الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، سليف كولوبالي وأيمن أشرف، علي معلول لأحمد فتحي، حسام عاشور، هشام محمد، وليد سليمان، وليد أزارو، صلاح محسن، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، محمد هاني، أكرم توفيق، وباسم علي، كريم ندبد، إسلام محارب، وأحمد حمدي. غيابات كثيرة كالعادة بتضرب فريق النادي الأهلي، وبنتمنى النهاردة ما يبقاش ليها أي تأثير. يمكن آخر الغيابات فقدنا ميدو جابر بعد إن كان دخل في أجواء تدريبات الجماعية. يمكن ميدو جابر كان عنده إصابة في العضلة الخلفية، يمكن في التدريب او في التدريب قبل الاخير كمان لفريق النادي الاهلي اشتكى من العضله الخلفيه من جديد، على اثرها طبعا كان خارج بره القائمه الخاصه بفريق النادي الاهلي، كان ليه دور بعد الغيابات الكثيره اللي بتضرب فريق النادي الاهلي. لكن ان شاء الله كالعاده بنقول الاهلي بمن حضر، كل لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله تكون على قلب رجل واحد النهارده، وباذن الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. بينضم لميدو جابر في الغيابات كل من سعد سمير، عمرو السليه، مروان محسن، وناصر ماهر، وجونيور اجايي، ومحمد نجيب. اصابات كثيره زي ما بنقول، لكن يمكن في لعيبه هتعود معانا ان شاء الله لمباراه النجم اللبناني، سواء سعد سمير او مروان محسن. لكن همنا النهارده ان شاء الله كل اللعيبه تكون متواجده في القائمه، اللعيبه اللي هتكون كمان متواجده في التشكيله الاساسيه النهارده ان شاء الله يكونوا موفقين. وبنتمنى كمان التوفيق لطاقم التحكيم بقياده طبعا الحكم بكاري جسامه اللي كان متواجد على ملعب مختار التتش في احد التدريبات، بيحاول ان هو طبعا يكون متواجد كالعاده في كل الملاعب الخاصه، سواء ملعب مختار التتش او ملعب مدينه نصر. ان شاء الله باذن الله النهارده يكون موفق الطاقم التحكيمي وكل الامور ماشيه بشكل مطمئن بالنسبه للفريق للنادي الاهلي. التركيز الشديد اللي اتكلمنا عليه سواء في التدريب الاخير او التدريب كمان قبل الاخير زي ما قلنا، لكن باذن الله كابتن سيد عندنا امل كبير جدا على جمهور النادي الاهلي النهارده ان شاء الله باذن الله تكون النادي الاهلي فقط من اول دقيقه لاخر دقيقه. مستمرين معاك يا كابتن سيد كل مشاهدينا ومتابعينا، ونقل خاص وحصري على شاشه قناه النادي الاهلي، وان شاء الله كمان هيكون باذن الله خلال تواجدنا في ملعب المباراه يكون معنا تشكيل فريق للنادي الاهلي، وباذن الله عقب المباراه تكون لينا فرحه كبيره مع كل جمهور النادي الاهلي ومع لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني بالتاهل للدور قبل النهائي. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ.